ألو، هلا والله، شو أخبارك؟ والله الحمد لله. كيف حالك؟ انا ركان سليمان، وانا سعود، وانا حسام، انا نواف. لا يفوتك مقطعنا اليوم غير، تابعوا قناتنا أمينكو. سلام الله وبركاته حبايب قلب. اليوم راجعين لكم فيديو جديد مع عبد الله، نواف، وسعود. اليوم يا جماعة الخير مقطعنا خرافي. طبعا يا جماعة الخير اليوم قررنا راح ندخل في برنامج اسمه برنامج أزار. يا جماعة الخير في جولات راح نسوي، اللي هي أول جولة راح تكون داخل الصندوق. وش يكون راح داخل الصندوق؟ راح تستلم جائزة. لا طبعا ما راح نشتتهم، راح يكون داخل الصندوق نوع من أنواع الفواكه عشان سهل. إذا جابها راح ياخذ، يختار من واحد إلى تسعة. أوكي، هذه الأظرف فيها هدايا، فيها فلوس، فيها ستورات، عاد انت وحظك. بالضبط، كل واحد يختار له. شوف الكرت هذا. طبعا هذه اول جوله يا شباب. الجوله الثانيه راح تكون، والجوله الثالثه راح تكون عندي، اللي هي الجوله الثانيه. الجوله الثانيه معليش راح تكون عندي، اللي هي الشعر. فبحاول اطيب. وش الشعر؟ راح نسوي مقلب في المتابعين، مقلبهم. طبعا سعود راح يعطي اوريت انها بنت وكذا. راح نشوف الفيديو. خليكم الجولة الثالثة. طبعا بنشوف افضل صوت الغناء، واللي راح يفوز راح يختار رقم برضه، ويختار هدية من الهدايا. اذا عجبنا صوته يعني اي لا تجملون يا شباب. ها لا. اوكي طبعا يا شباب، اللي ما حمل التطبيق يروح يحمله الان، وادخل ممكن تلقانا الان. بسم الله، جاهزين؟ يلا بسم الله نبدا. ايش الصوت؟ استاذ راف ركان، اهلا وسهلا، حياك الله. هلا بك. هلا والله. يلا كم بس حنا. انا من فانز راكان. اوكي شكرا شكرا. طيب اسمعي، في شيء داخل الصندوق نوع من انواع الفواكه، اذا جبتي ايش النوع بالضبط راح تختارين رقم وتطلع لك هديه منه. ثلاث محاولات نعطيها. لا محاولتين. يلا محاولتين لك. اختاري احد الفواكه، وش داخل الصندوق؟ عنب. غلط غلط. باقي لك اخر شيء، ركزي ركزي، باقي لك اخر شيء. فيتامين سي. ها يعني واضح مره سهلنا لها. يلا برتقال. ايوه صح عليك، برتقال صح عليك. اختاري من واحد الى تسعة. ثمانية. نشوف رقم ثمانية. هذا تسعة. شوف ثمانية، وش تتوقعين؟ ما ادري. وشو؟ ستور. عشرة دولار. سهلين. الو. هلا والله، شو اخبارك؟ والله الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كم عمرك؟ 20. نفسي. انت كم؟ انت بنت؟ ايه. طيب عايز توريني وجهك؟ اوكي شوفني. اسمع، هو جاب اسم القناة. وش قلت؟ أمينكم. لا انا اللي بيعطيك جائزة يا شيخ. تستاهل جائزة والله، تستاهل. اسمع، لا الثمانية راحت. اختار من واحد إلى تسعة. بدينا ثمانية. الثمانية راحت. الثمانية راحت؟ إيه. طيب سبعة. سبعة. يلا أنت حظك، نشوف. ورا يبا ورا. هاي سبعة. هذه سبعة. وش تتوقع؟ يا رحمن ويا رحيم. 500 ريال. يا بالضبط. ايه فيه البثوث، اذا حاب تحمل البرنامج، بعد ما تحمل البرنامج في عندك خاصية اللايف هنا موجودة، تقدر تدخل لايف وتشوف الناس. هنا تقدر تختار مثلا نوع، اذا ودك تدخل مثلا كلاهم ولا انثى ولا ذكر، او حتى برضو تختار الدولة اللي حاب تاخذ. متوازن، يعطونك اياها عشوائي عالمي. او المملكة او عالمي، او الفلبين، مصر، الكويت، حدد اللي انت تبغى تدخلها وعلى طول. على طول. بسم الله. يلا جاهزين يا شباب؟ الحين 8 و 500 ريال راحت، و 7 ال 500 ريال راحت، و 8 ال 10 دولار راحت. يلا. بسم الله. يلا. والله عرفكم، مدري وين شفتكم. اصبر دقيقة. خمن بسرعة، تراك بتفوز. خمن. بليزيو. طيب اسمع، عندنا حاجتين. لا خلاص جاهزة. عطوا.
يستاهل بما نعرف على طول على طول جايزة. طيب يلا اختار رقم. اختار من 1 لين 9 ما عدا 7 و8. راحت. كيف كيف كيف؟ اختار رقم من 1 إلى 9، 8 و7 راحوا. 5. 5. هذا 5. ما ادري وش الله وش. 100 ريال. اسمعني حبيبنا، انا تابعتك ان شاء الله بعد ما نخلص تصوير على طول راح نتواصل معك، ترسل لنا رقم حسابك ونحولها لك باذن واحد احد. السلام عليكم. يلا حيه. الله حيهم. انا انتم. حياك الله. دقيقه دقيقه لا تروحون. ما احنا برايحين، اسمع احنا بنربح ترى. في نوع من انواع الفواكه المعروفه داخل الصندوق ده. اذا جبت وشي بتفوز. عندك خيارين. شوف تبي تسمع صوت؟ حاطن الصوت. شوف اول شيء داري، يعني داري. تفاح. قربت قربت. ها؟ برتقال. صح. يعني عندك 1 و2 و3 و4 و6 و9. عطنا 6. شوف 6. هذه 6. هذه 6 صح؟ اي هذه 6. هذه 9. حلو. هذه 6. وش تتوقع؟ والله ما ادري وش بس عاد اساسا زين. سكور 10 دولار. تستاهل يا حبيبي. حلو. فيه نوع من انواع الفواكه جوا الصندوق هذا. زين؟ نوع واحد من انواع الفواكه الدارج موجود في كل بيت. ودائري يعني شكله دائري. ودائري. يلا عززنا لك. ها. لك خيارين. حاول تجيب. وش الخيارين؟ لا لا انت يعني جاوب جواب طلع غلط عندك جواب ثاني. طيب شيء موجود بكل بيت. من الصوت حسيت انه تفاح الصراحه. قريب قريب. قربت. اخوه. لا مو اخوي قريب يعني نفس الشيء. موجود بكل بيت، مستحيل ما تحصل بيت مو موجود. برتقال. صح. برتقال. اختار الحين يا طويل العمر من 1 إلى 9. طبعا الارقام اللي لا دقيقة خلينا نشوف اللي موجود وشو. اللي موجود 4 وموجود 1 و2 و3 و4 و9. ايوه بس اختار واحدة. 9 الصراحة عشان احب ولي هامسون. يا هلالي يلا. هذه رقم 9. وش تتوقع؟ ايه والله ما ادري وش اتوقع. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. بسم الله. في فاكهه نوع من انواع الفواكه موجود جوا الصندوق هذا، نبيك تجيب وش هو. هو الفاكهه يا طويل العمر موجود في كل بيت ودائري. بيت ودائري. اي ولك خيارين. يلا لك خيارين. برتقال. برتقال صح. والله ثلاثه. افتحها. يلا هذه هي طويل العمر. اول شيء خلينا نتابع الرجال فهد عشان نتابعك عشان نرسل عليك ان شاء الله. صاحب الازار والله بس يلا. استور 10 دولار تستاهل تستاهل. يلا مو مشكله. يا حبيب قلبي راح نرسلها لك ان شاء الله. شكرا لكم والله ما ادري عن صدقكم كذبكم. لا 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 ما تخليش دعوه لا مصورين عليك. لونه زي كذا ها؟ نفس دائري دائري الله يرحمه. صح صح. ايوه 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 ايوه. أربعة. أربعة. افتحها يلا عند الرجال. بس اتوقع. مو برجع صح يلا. 100 ريال. ايوه 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 ايوه. هلا والله يوتيوبر الطفولة. اوه عرفتنا. 100 ريال. ايوه 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 ايوه. على البركه يا حبيبي. تابعناك بعد البث ان شاء الله راح نطلب منك ترسل لنا رقم حسابك ونحولها لك. يعطيك العافيه حبيبي. صدع راسي انا. طبعا الهديه الاخيره اللي هي 100 ريال دورنا كثير احد صوته حلو لكن ما حصلنا. ما حصلنا. نواف راح ينام ما طولنا احنا ندور. فال 100 ريال هذه راح نتقاسمها انا وركان وسعود. راح ياخذ ريال 98 ريال. وش النظام؟ بدينا بالحمد.
قسمة اخوان قسمة اخوان قسمة اخوان. طبعا يا جماعة الخير هدايكم راح اخذها انا وفمان الله. طبعا يا جماعة الخير خلونا ننهي الموضوع ونقول لكم ازار راح نشارك فيها ان شاء الله خلال 3 ايام الجاية وراح نكون مشاركين برضو، فانتم ادخلوا ازار الان حملوا التطبيق تحت وراح تلقونا موجودين وراح نوزع لكم هدايا اكثر واكثر باذن الله، فممكن نلقاكم صدفة. المقطع هذا راح ينزل يوم الخميس، يوم الجمعة والسبت راح نكون ان شاء الله خلال 3 ايام الجاية ان شاء الله باذن الله. ولا تنسوا تحملون التطبيق وغير كذا اللايك والاشتراك، واللي ما اشترك فتشوفون المقطع جاي ان شاء الله. باقي 20,000 على 6 مليون. 6 مليون لازم نوصل 6 مليون مع بعض، فاذا كنت ما انت مشترك انزل الحين واشترك. سلام، انتوا تقولون شيء يا شباب؟ ايه لايكات خلص. نبي لايكات برضو. رابط تحميل تطبيق ازار تلقونه تحت. يعطيكم الف عافيه، حملوا التطبيق كلكم، يعطيكم الف الف عافيه. الحلقات باذن الله كان معكم ركام سليمان و سليمان سعود سليمان.